الله تعطينا، لان عندنا بزاف اسئله خصنا نقولها لك، عندنا بزاف اتهامات. تفضل. بزاف كاين بزاف ديال الاتهام اللي منسوبه ليوسف الدروالي اللي ثابته في حقه، شنو كتقول فيها انت كمحامي ديال لا تجارب البشر ولا تجارب الحيوانات؟ ما كاين حتى شي حاجه، الله يجزيكم بخير. كاين عندكم سق المتابعه، راه بينات وشوف تابعوا بينوا العالم بينكم سق المتابعه قبل ما تشوفوا هنا يمكن راكم شفتوه. شوفوا هذا الملف بدا كيخرج من يديكم. شكون هو؟ ما غاديش شايفين راسكم انكم رابحينش في هذا الملف. علاش غيخرج من يدينا؟ ما عمر شي ملف كان فيه الاستاذ نور يخرج من يديه. حنا بالعكس دائما مؤمنين بالقضيه ديالنا والكمال لله وحده، والعيب العربي ان نبخلوا على 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 الموكل ديالنا، والعيب العربي ان نطيحوا من الجهد ديالنا. سي نوري راه باري غادي نشوفوك ان شاء الله فاش تفاري جلسه ولا غادي تنقلب ان شاء الله بحول الله وقوته. ان شاء الله بحول الله وقوته. توعدنا انك تعطينا التصريح باذن الله. باذن الله باذن الله. وماشي غير انا بوحدي، هناك هيئه الدفاع راه كاين اليوم بحول الله وقوته، يحضر معنا السيد النقيب ديال هيئه فاس الاستاذ عبابو. تنتمناو بان نشوفوا الاب الروحي ديالنا، وهذا شرف عظيم بان يكون معنا السيد النقيب، وبانه كاين نقيب بالفعل، بانه مؤمن بالقضيه ديال الزروالي، وبانه حاس بان الزروالي بريء، ومؤمن بالعكس عنده يعني شو غنقول، ما يمكنش النقيب لله في سبيل الله بانه يجي بانه ينوب على واحد انسان تيشوف بانه متهم، راه نقيب هذا. سي نوري، واش عندك شي حس ان اليوم ان شاء الله يكون افراج على يوسف الزروالي؟ انا راه ماشي والله سبحانه وتعالى كل شيء بيد الله وكل شيء بيد القضاء. داك الشيء بالنسبه للاحساس ديالنا دائما حنا عندنا الاحساس بان غيكون ان شاء الله الفرج، ولكن كل شيء بيد القضاء. تنتمناو خير ان شاء الله. فهو بالنسبه لنا اضافه ايجابيه للملف ديال الزروالي. يعني ماشي بالضروره اي واحد يجي ينوب، وخصوصا في المرتبه ديال النقيب، الا بانه قرا الوراق ديالو وقرا الملف وتاكد بان يوسف الزروالي بريء كل براءه من التهم الموجه اليه. ان شاء الله.